بعدكم عم تسمعوا راديو ام بي اس وبعدنا متابعين لقائنا الصباحي. انا بجدد تحيات لكل الاصدقاء يلي متابعينا بلبنان ويلي عم يقدروا يسمعونا بمختلف انحاء العالم. منكمل رح استضيف بهذا الوقت وقول صباح الخير للكاتب مارسيل البرجي. هلا بعد شوي متعرف عليه اكثر لانه من مارسيل وصل لي كتاب رائع جدا وعم بستمتع حاليا بقراءته وهو تحت عنوان وفي ما لا تراه قوه. أولا خلينا نتعرف أكثر على مارسيل البرجي. بقلك صباح الخير وبرحب فيك عبر راديو ام بي اس. مسيرين وصباح الخير لك ولجميع المستمعين وبشكرك على برنامجك الحلو. أنا على طول بيعطي شو اسمه دفشة بوزيتيف للناس اللي عم تسمعي. ففي يوم صوتك ما في ما حسيت فيه هالفرح مثل ما بالعادة اسمع فيه. طبيعة الوضع اللي نحن عايشينه مارسيل، يعني أنت أكيد عايش مثلك مثلنا بهذا الوضع يعني المخيف، يعني كأنه حاسين حالنا عايشين بكبوس. هيدا هيك مزعلنا يعني محزننا يعني وبنتمنى أكيد أنه ما تطول هيدا الفترة. بس قد ما بقدر عم جرب قد ما فينا أن لاقي الكلام المناسب لأقدر أحكي فيه مع الناس لحتى ما خليهم يعيشوا هيدا الـ هيدا الـ هيدا الأحباط. نعم صحيح. هذا يلي ما لازم حدا ابدا يوصل له ابدا ابدا لو شو ما كانت الظروف. ما هيك صحيح. حضرتك كمدرب مدرب خاص للافراد، حضرتك بتقوم بورشات عمل بتساعد العالم على انه يضلوا موجودين او يضلوا عايشين الايجابيه، ما بتوافقني على هذا الشيء اللي انا عم اقوله؟ لا بلا صحيح. صعب كثير هلا الواحد يكون عايش فيكم عايش بسلام بس يعني الفرح مش موجود يعني. صحيح. في نقص في عامل الفرح. مارسيل البرجي، فينا اتعرف عليك بعد اكثر واكثر؟ يعني انا تعرفت عليك من خلال الكتاب بس بحب انه كمان المستمعين يعرفوا انا مع مين عم بحكي. بدي بس اختصر ما احكي كثير بتفاصيل انه انا شخص عادي مثل بقية الاشخاص. عشت تجربة نقلتني من عالم لعالم ثاني مختلف. هالتجربة كانت اول شيء تجربة روحية لانه انا مرقت بصعوبات كتير مادية والتجأت لكتير اشخاص كانوا حوالي عندهم كمان صعوبات مثل ما حدا قدر ساعدني. والتجأت للصلاة ومن بالتجائي للصلاة تعرفت على الرب، تعرفت على الروح القدس، تعرفت على كيف الله بيساعد الشخص بحياته. وهون أنا بدي أخبر الناس شوي أنه وقت التجأت لربنا كان في صعوبة أني أقدر أفهم الجملة اللي بيقولها يسوع اطلبوا تجدوا اقرعوا يفتح لكم. وكل الناس تستعملها يعني كل الناس بتصلي وبتطلب وكان بالقليل اني انا اسمع اشخاص يقولوا والله طلبنا هيك واستجاب لنا طلبنا هيك واستجاب لنا. يعني ما بحياتي اختبرت حدا من حوالي كان عنده اذا بدك هالتأكيد لهالآية بالإنجيل اللي هي كتير حلوة. نعم. بس أنا كنت مصر إنه إذا يسوع حقيقة موجود، إذا يسوع حقيقة هو الرب، يعني معناته كلامه ما بيتجزأ، ما فينا ناخد شقفة من كلامه وشقفة الثانية تقول هيدا ما بتزبط، هيدي زبطة وهيدي ما بتزبط. فكنت مصر إني أنا جرب. أنا بحكم طبيعتي إذا بدك محاسب وبعمل حسابات، يعني واحد بيعمل اثنين. نعم. يعني لازم هذه الجملة تزبط معي. واللي كان على طول ينقص هو كلمة إيمان. يعني بدي أقول للمستمعين أنه نحن أغلبية الناس المسيحية وإسلام مؤمنين. بس مؤمنين بشو؟ مؤمنين أنه الله موجود، مؤمنين أنه الله خلقنا، مؤمنين أنه نحن إذا كنا منيح نطلع على السماء، مؤمنين إذا كنا عاطلين نحن بتكون حياتنا الأبدية عاطلة. بس بمرحلة معينة في شقفة ما عم يكون عنا ثقة بالرب أنه نحن إذا طلبنا منه الرب يستجيب.
وهيدي بين الإيمان والثقة في شعرة صغيرة. وهيدي اللي بحاول أنا بكتابي أشرح للي عم بيقروا الكتاب، إنه المراحل اللي أنا قطعت فيها كيف هالشعرة صغيرة قادرين هم يتخطوها ليصيروا ينقلوا من حالة الإيمان لحالة الإيمان مع الثقة بالرب، إنه الرب يسرح يستجيب لصلوات، أو من الشك إلى اليقين يعني فينا نقول. نعم، أو ينتقلوا من مرحلة الشك إلى مرحلة اليقين فينا صحيح نقول. صحيح صحيح. فهلأ أنا بهالمرحلة أكيد طلبت من الرب كل الصعوبات اللي قطعت فيها، وكان على طول حدي، مش ضروري صعوبات، يعني كانت بمراحل معينة، مثلا أولادي في ولد بده يفوت على الجامعة، الثاني بده يفوت على الجامعة وراه، الشغل وقفت شغل نقلت على شغل ثاني، فبكل هالمراحل كلها كان ربنا عم بيواكبني بطريقة مش طبيعية، بطريقة مثل كأنه واحد بحاسس حاله إنه الله حامله وبين ايدي اثنين وما عم بخلي يوقع اذا بدك او يتفركش مش محل معين. كانت هيدي على طول موجودة. بس كان في اذا بدك كان في بعض شيء ناقص بحياتي اللي هو الفرح. يعني انا كنت عايش بسلام، عايش انه الله مهتم فيي. بس في بمرحلة معينة ناقصك الفرح. ناقص الفرح يعني مثلا كنت بعدني بغضب، كنت بعدني اذا بدك بعصبي، بعدني كنت بتلأمن على الناس. بكل هالمرحله هذه اللي الله كان عم بيساعدني فيها، انا كنت بالوقت ذاته بعدني عايش ب اذا بدك مش الايام عكسهم، في هم عندي، في محلات اكتئاب، محلات حسد، يعني كانوا الكذب كانوا كلهم بعده موجودين بحياتي هودي، مع انه قربنا عم بيواكبني. نعم. لا نهار معين عم بحضر على التلفزيون معلمة بتسأل التلاميذ، بتقول لهم تلاميذ صغار شو بدكم اهل شو بدكم الناس تكتب عنكم وقت اللي انتم بتتوفوا. فهيدي كانت صدمة لإلي، انه انا طلعت لقيت انه انا اذا بكره توفيت ولادي شو بدهم يخبروا ولادهم. ما لقيت في شيء بيقدروا يخبروه غير انه انا كنت حياتي كانت ديديكيتد لعائلتي يعني. بس انه لا ورثتهم ولا اشتغلت بجمعيه ولا عرفتي، ما كان في شيء اتشيفمنت بحياتي بيقدروا هالولاد يحكوا عنه. بس اخذت قرار بوقتها بنهار ذاته انه انا عيش، يقولوا عني انه مارسيل عيش كل بقيه حياته كل دقيقه سعيد. فهيدي بس هذا الشيء، بس هذا الشيء يعني صعب يعني، لا انه كثير صعب، بس كثير صعب. يعني لكل الانسان اللي عم بيسمعني بده يقول كثير صعب، وانا بوقتها كان كثير صعب. يعني تصوري انه انت كيف بدك تقطع على الطريق، عم بتسوق بعجقة السير، هذا بيزمر، هذا بيكسو عليك ما تنرفزي، بدك تصالي على الشغل، في نقص ماديات او في مشاكل مع الاشخاص مش عم بيتعاونوا معك، او في حدا بتلأمن عليك، او بالبيت الاولاد مرتك، يعني كل هالامور اللي بحياه الانسان عم بيقطع فيها اليوميه. نعم. في صعوبه انه يكون سعيد بكل دقيقه بحياته. فمن هون انطلقت، بلشت انا كل ما اكتشف شغلة من هالشغلات اللي هي ما بتخليني أنا سعيد، بلشت أدرس طريقة كيف تحويلها من السلبية للإيجابية. أوكي. وبلشت هون تتغير كل نظرتك للأمور. نظرتي للأمور تغيرت، وهيدي نظرتي للأمور وكبتها تغيير بتفكيري، تغيير بتصرفاتي تجاه الغير، تغيير بتصرفاتي مع الكون. كنت حاسس حالي واحد من هال اذا بدك من الكون، يعني انا بتعجب ليش مين اللي قال لازم يكون في حدود بين بلد وبلد، نحن ناس كلنا من هالكون واحد. يعني بلشت حب اذا بدك كل روح كل حيوان، اطلع بالزهور، اتمتع بالله خالق هالزهور كيف خلقهم وكيف بالوانهم بهالطبيعه الموجوده، بلشت اتمتع اذا بدك في بهالامور كلها سوا. هلا الصعوبه بدي اقول للاشخاص المؤمنين انه بالمسيحيه يوم ما حدا بيعلمنا كيف نعيش الفرح، تعلموك انه الواحد اذا عمل خطيه لازم يساعد، لازم يسامح،
لازم يحب، لازم ما يأذي حدا. بس يا ترى بس الواحد يكون غضبان كيف بيسيطر على غضبه؟ ما حدا بيعلمك. كيف بده يسيطر على يتقبل الآخر؟ ما حدا بيعلمك. كيف بده يسيطر يكون يقدر يكون بوزيتيف بحياته؟ هودي كلهم ما بنتعلمهم. يعني هودي بال 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 بدك بالتعليم المسيحي طريقة التعامل مع هذه الأمور منا موجودة بالكتاب المقدس. بيعطوك شو لازم كيف لازم تكوني، بس طريقة الانتقال من طريقة الإنسان اللي بيكذب لطريقة الإنسان كيف يتغلب على كذبه، كيف يتغلب على عواده البشعة، كيف يتغلب على التعصيب. يعني هذا مرض التعصيب كل الناس عندها إياه، أول بيطلع صوته بتتصرخ في العائلة. كيف ننتقل من هالمرحلة للمرحلة الثانية مش موجودة، وهيدي بدها تدريب وبدها شغل على يشتغل واحد على حاله. هلا أنا اشتغلت على حالي وبس خلصت حبيت اني شوف مين حاكي مين كاتب على على هالامور هيدي من هالكتاب اللي مشهورين بالعالم. بتقرا كتب وحبيت اخر شيء انه انا اعمل كتاب اخبر الناس كيف يقدروا ينقلوا شغلة كتير مهمة اللي هي من الإيمان ينقلوا للثقة، والشغلة الثانية كيف ينتقلوا بحياتهم اليومية للفرح ليتمتعوا بكل شيء بحياتهم ويتغلبوا على كل هالأمور اللي هي مسيطر عليهم واللي هي بتخليهم يكونوا مستعدين. يعني وشغلة كتير مهمة بحب أقول أن الإنسان اللي بيكون عايش على القيم مثل اللي بيكون راكب بالشخطورة بشخطورة ربنا ورايح بالطيار مع الطيار، يعني بصير الطيار اخده بياخده بالنهر على الطريق الصحيحة. هلأ إذا اليوم ماشي ضد هالأيام هيدي بكون عم بيجدف بالشو اسمه بالمقداف بعكس الطيار وبصير يخبط شمال ويمين. هلأ تنعيش هالحياة الأيام الواحد بده هو يشتغل على حاله يشوف وين بيكون عنده صعوبة يسأل الرب إنه أنا شو عم بعلمني، شو بدي يعني هلا اني بهالمرحلة اللي عم بقطع فيها بحياتي شو بدي يعني اتعلم. يعني برأيك انه كل شيء من احداث بتمرق بحياتنا هو اللي يعلمنا لنتعلم؟ بتعلم الصبر. يعني في امور معينة بتعلمك الصبر، في امور معينة بتعلمك الرجاء. ما ربنا طلب منا انه نحن اتكلوا علي وانا بعطيكم الرجاء لتتحملوا الامور هيدي بحياتكم. طيب مرسالة برأيك نحن الوضع اللي نحن مرقين فيه ربنا شو بده يعلمنا اليوم؟ فكرت فيها شيء؟ والله ليكي انا انا بقول الطبيعه عم تنتقم من البشريه. يعني بوقت معين تجي بتخضهم تعملهم خضه طويله عريضه هيك خضه انه خوعوا حالكم ورايحين. يعني بهالخضه وقفت العالم 15 يوم وشهر البلدان خفت الكونسوماسيون للإشياء اللي مش عايزينها اللي احنا عم نستهلكها مقالة طعمة. خف التلوث صحيح. عرفتي بس يعني في أمور كتير تغيرت بحياة الإنسان كأنه ارتاح الكون شوي يعني من حركة البشر. نعم عم قول كأنه ارتاح الكون شوي من حركة البشر. صحيح. بدي شو بدي أقول لك كمان بعدين من انطلاقا من هون وصلت لمحل كمان بمحل معين انه اوكي عم بتقبل الاخر. بس كيف بدك تتقبل الاخر؟ انا ومدامتي مثلا كنت اتقبلها مثل ما هي بحكم انه انا بلشت اتغير وعيش الفرح وعيش انا شو بتحب هي اعمي. بس اكتشفت انه امور انه هي مثلا في امور معينه الرجال بحب المراه تتغير تصير تفكر مثله والمراه بتحب كمان بالرجال يفكر مثلها ويحب مثل ما هي شو بتحب. فهيدا التواصل هاي شقفه التواصل تعلمت انا قريت كتاب عن من ار فروم مارس ومن ار فروم فينوس. هيدا بيحكي عن الفرق بين الرجال والمراه لانه المراه بتفكر بطريقه معينه والرجال بفكر بطريقة معينة واثنيناتهم كل واحد عنده اللي بحبه الشخص الثاني مش بالضروري أنا اللي بحبه لإلي مرتي بتحبه نفس الشيء. يعني نتعلم
في لغة بين المرأة والرجال. نعم. في لغة لازم نتعلمها هيدي بالتواصل. وهيدي بتجي من الإنسان لازم يطلع يحسن حياته. أنا اكتشفت هيدي الأمور، أنا تغيرت كثير حياتي أنا ومع مرتي، صرت اهتم فيها أكثر، صرت أعرف إنه إذا بعثت لها مساج إلا هلا عم فكر فيك تكون هي بتنبسط فيها قد الدنيا أكثر ما إنه تكون جايب لها هدية مثلا. نعم. يعني المرأة بتحب الرعاية التفاهم والاحترام، والرجال عكس الرجال، هودي ما كتير بهمه انه الواحد يعطي الثقة. نعم. المرأة تكون عندها ثقة بجوزها، يكون عندها تتقبله مثل ما هو وتقدره. وقت بتتعرف على هاللغة بتتغير حياة الكابل، يعني بطريقة جد بطريقة إيجابية يعني وكتير قوية. وهيدا كنت أعطي كتير أنا سيمينارز عنهم وفعالة، وهيدا الأمور بعلموها إذا بدك إني للكابلز قبل ما يتجوزوا بياخدوهم بيعزوهم دورة تدريبية. بس هي هالدورة التدريبية ما كتير بتساعد، لأنه ما بيكونوا عايشوا بعد هالأمور هيدا واختبروها. نعم صحيح. هي لازم ترجع يجددوا هالدورة التدريبية من بعد شي سنة، لا يقدروا يكونوا يفهموا شو عم تحكي الدورة، وكيف يرجعوا يبنوا هالتواصل بطريقة صحيحة يعني. نعم. مارسيل، حضرتك وضعت مجموعة من الأسئلة بتخيل أنك أنت حكيت عنهم هلأ بخلال الحديث. هل من الممكن أن يكون الإنسان سعيد طوال الوقت؟ وهل من الممكن أنك تحيا بسلام داخلي على الدوام؟ هل من الممكن أن لا تستسلم للغضب على الإطلاق؟ هل من الممكن أن تعيش بلا خوف وما يعتريك القلق؟ هل من الممكن أنك تبني حياة تخلع من المشاكل الزوجية أو من المشاكل المزعجة؟ لقيت فعلا أجوبة على كل هول الأسئلة؟ صحيح. فهي نظرتك للأمور بتغير كل شيء. لا بدي أعطيك مثلا صغير ريال، أنه أنا كيف بدي أتقبل الآخر مثلا، أنه تناخد إكزامبل هيدا من شي سنتين وأتبلش داعش وبتعرف داعش كيف كانوا يقتلوا شمال ويمين، يعني ما في لا ما في قدام الحدا يعني. نعم صحيح. فأنت أشخاص من هالنوع، كنت أنا بدورة تدريبية عم بعملها معي جروب عم بشتغل أنا وياه، قلت له طيب أنا هدول الأشخاص أنتوا شو رأيكم فيهم؟ فهلأ في كتير قالوا أنه بتعرفي عنده ردة فعل أنه خيي هو لازم يقتلون هيدا كذا، هيدا مش لازم يتسامح، هيدا لازم يعدموه، كل هالأمور هيدي. طب كيف نحن ما نتقبلون؟ على التقبل للإنسان كتير بسيط بنظريتي أنا، إنه يوم إذا أنا خلقت ببيت اللي عشت فيه رين رحال، وخلقت مع نفس الأهل، وخلقت مع نفس ورحت على نفس المدرسة، واختبرت نفس الأشخاص الأصحاب، واختبرت نفس الحياة اللي هي قطعت فيها والمراحل اللي قطعت فيها، أنا بدي أوصل لمحال يمكن رح أتصرف، مرسال رح يتصرف مثل ما عم تتصرف رين اليوم. مظبوط ولا لا؟ لأنه كثير بتأثر عليك البيئة اللي عايشة فيها. نعم. الأهل كيف عم بربوك، المدرسة أنت اللي قطعت فيها كيف عم بتربيك، والأصحاب اللي قطعوا بحياتك ومجتمعك شو أثر عليك. هالمعتقدات اللي عنا إياها نحن كثير بتتغير بحسب كيف عايشين وين عايشين. مثلا بتاخد العشائر اللي عايشين يوم عندهم جريمة الشرف، هذه جريمة مباحة، خي الواحد إذا قتل الثاني هذا مسموح لأنه هذه جريمة شرف. ما بيقدر هو يعيش، يعني تصور قديش بكون عذابه بعيشته هو وبحياته إذا ما راح عمل الجريمة، يعني بروح بيعمل جريمة فيقدر ضميره صحيح. نعم. فهيدا جاي من وين؟ جاي من البيئة اللي عايش فيها. نعم. وكيف تتعلم من التربية صحيح. نعم. وهي سيطرت عليه. أنا اليوم إذا بحط حالي محله رح أتصرف أنا نفس الشيء مثل ما هو تصرف، يعني أكيد رح أتصرف مثله. انطلاقا منها كل إنسان بشوفه على بحياته مقبيلة وعم بيشتغل أنا وياه أو عم بتصرف غلط أو شو ما عامل، أنا بتقبله مثل ما هو، لأنه بمرحلة معينة لو أنا عايش مثله عايش بمحل ما هو عايش رح أتصرف بنفس التصرف. يعني اليوم إذا نقرأ كتابك بتتغير نظرتنا لكتير من الأمور مارسيل، ما هيك؟
بعتقد يعني بعتقد لأنه في كتير أشخاص قريوا، في كتير أشخاص اختبروا اللي أنا حاطط، وهو بنفس الوقت بالكتاب في عندك حاطط النوهاو، يعني كيف الواحد بده ينتقل من مرحلة لمرحلة فيها. يعني في مثل اكزرسيسات صغيرة بيزم يعملها بينه وبين نفسه، وأسئلة يسأل حاله فيها تاي ينتقل من مرحلة للمرحلة الثانية. على كل حال نحن اليوم عم نحكي هيك بشكل عام عن كتابك مارسيل البرجي، بس أنا ماني راضي أن أمرق عليه هيك بسرعة وأحكي هيك بشكل اختصار. لهذا السبب نحن رح نرجع نلتقى إن الله راض من بعد ما تخلص أزمة كورونا ونحكي بالتفصيل ومباشرة من الاستوديو، لأنه في كتير نقاط لازم أتناقشها معك. هيك بكون تركتني كمل الكتاب للآخر ونرجع نستمتع بالحديث مباشرة من الاستوديو. مرسيرين، أنا بستمتع عطول ببرنامج بأقوالك الحلوين الإيجابية يا رب. شكرا شكرا، أنا بدي لك شكرا على هذا الكتاب، وعلى أمل أنه نرجع نلتقى قريبا، ونحن دايما عنا أمل ورح نلتقى إن الله راد مباشرة من الاستوديو إذا الله بيريد. أكيد الشكر للرب، لأنه نحن يعني أنا كل اللي عملته هو تدخلاتي بحياتي وصلت لهون، يعني مش أنا ما قلي الفضل الكبير بالكتاب، يعني الفضل لإله. أفكارك كتير حلوة وكتير بتساعدنا نحن بحياتنا وبحاجة لإلها، لهذا السبب قريبا جدا إذا الله بريد بنلتقى. الله شكرا لإلك مارسيل البرجي. شكرا، ميرسي لإلك. شكرا، باي.